كاش تواسيلو كالعادة. شوفها هذا كاين شوفها غالية يا صاحبي، هذا وليت نخاف من اللي شي يشرى اكثر من اللي يخاف من اللي بارا، وما يتبعوا فيا كيلو ها كيلو ها كيلو يرجموا فيا كالشيطان. الحطه اللي راك فيها هي اللي ما عجبتهمش. لكن كاش نجوز هذه المصيبه انا اخوك؟ ما عندك الصحه، راك سلكت راسك. سلكت راسي؟ راني سلكت راسي من الاحمر ولا زرك كاش نوسي امه؟ ان الله غفور رحيم. عين الله غفور رحيم، راني موافقك، ولكن ثاني شديد العقاب. ما راكش معمد على كل حال، تلزم عليك الحال باش تخمر. لكن بزاف والله، لا بزاف بزاف، هذا بعداش كل يوم كل يوم سكران. ها هو جا الاستقلال ويا كان كيلو. حصل انا اخوك اسمح لي نسيح على خاطرش الدواء راهي سايبه برا. الله يستر برك. قولي حميد، واش رايحين يعملوا بنا؟ يكفتونا ويطيشونا لكلابهم. يرحم بابك يرحم بابك، درك راك تقصي فيا علاه؟ ياك خرجونا من دار وحده وراني معك هنا. مالا خلاص داونا لك. شكون يعرف السركاجي ويلا حتى المصرف ما خليتوش للدار. ما تخافش، كي ما خليتش المصرف يطلقوك. خرجونا ما اصبح ربي، ما رفد بنادم حتى حاجه، يخرجهم ربي على عقولهم. ما عندكش انت كوشه في العين مزوقه؟ انا سي رزقي. واش راه وليدك؟ وليدي شكون؟ احمد. تعرفوه؟ ايه نعرفو مليح يا. عندي المده ما شفتوش، قال لي يسافر وما ولاش، وانت ما شفتوش؟ لا لا، لكن غير ما تخممش يا عمي رزقي، كان ان شاء الله كاش نهار يوقف لك عند الباب. ماذا بنا؟ ما فهمك يا ربي، الله يبقي عليك ستر يا وليدي. حتى العشرة اللي كانوا فوق مني طاروا. داوهم لك؟ العسكر؟ نعم. يا ودي غير اسكت انت، انا الكوشة صدموا عليهم كيف بوزلزل، حاجة ما بقات صحيحة. قال لك يحوسوا على المجاهدين. المجاهدين تخباوا عندي في الكوشان وكان ماشي الغواير. لكن اش تقول؟ ربي دبدبهم وخلاص. ببالهم بهذا المنكر اللي راهم يديروا تحبس القيره. جماعة لي من هذاك وين تزيد تقدي النار. ولكن احنا اللي رانا مضرورين. احنا واش واسينا باش نوصل لهذا التمرميد هذا؟ واش تبغي؟ نبغي نروح للدار. نقول لهم يطلقوني، انا ما عملت والو، مانيش معاهم، عمري ما درت البوليتيك. برك انا متشقلة لا علي، اش بيك؟ كي تجي القبطان تفهم معاه، فهم وشكون يعرف توال ما يطلقك. وجد بزياده هاد الرجال كامل اللي راهم هنا نتاخر منهم. اسمع اسمع سيدي عليم، هذا ماشي وقت العياط، رانا في يديهم، يلزم سكت وصبر. اش هذا؟ انت ما عندكش النيه، ما راكش جزائري. شوف انا الشيخ هكذا وحتى اليوم جماعه لي ما دخلوا منا ما خرجوا منا. انت ما بقات لك حياه، جاز وقتك، راك عايش في الفايده برك. اني على والدين يمات الحياه اللي راك عايشها، الدين والمازيريه. مرحبا بك، وين عرفتو هذا انت؟ ما تاخذش عليها يا عمي رزقي، جاري شنو شويه مقلق برك. شويه برك، حيا حيا. جابوك. واش واسيت؟ حسن. واش ما قلت ليش يا حسن؟ والله ما قلت من بعد يا عمي رزقي، اسمح لي، تعرف راني شويه مخلخل. وين كنتم؟ اسكت برك اسكت، حبطونا الصباح من 6 تاع الصباح وحنا في باب الزياره مع الشكاير والصنادق نطلع وحبط البابور. يا عمي رزقي وهنا ورانا. عندهم جابونا من الصباح لاحونا هنا كيف الغنم، ما فهمونا ما هدروا معنا. والماكلة عطاو لكم شوية؟ عطراش قد قد، البراك بالزيتون وشلاطة بالمعجون. أنا فهمتك أنا فهمتك. أسمع عندي شوية ماكلة هنا عطاوها لي صغار من البابور. هفك هفك. كليت أنا الحمد لله. هلا عمي رزقي، جابوك؟ راك تشوف وليدي، وانت واش تكون ما قلتكش. سيمون فيس هذا وليدي برا. وليدك مات؟ مات الله يرحمه. Il n'est pas mort, il va mourir. Il va mourir. Les frères le recherchent. Nous voulons le protéger. Ah, c'est une bonne idée.
بروتيجي له بروتيجي له. لكن باش نستحفظوا عليه يزمك تقولنا وراه. اه حق وراه تشو في الغوشيرشون مكيش كي لا في مون فيس موليتنا تو فيس ا توي سي ان اساسان. اه سي لا توي مون موليتنا il faut l'arrêter c'est comme ça معلوم نحكمو. Je n'ai pas de temps à perdre, dis-moi où il est. Mais je ne sais pas, mon lieutenant. Et ils sont venus à la boulangerie. Et ils ont tout fouillé, mais ils n'ont rien trouvé. Moi, je me suis dit, il y a un mot d'autre. Mais là, qu'est-ce que tu as dit? Je ne sais pas où il est. Il ne faut rien savoir, mon lieutenant. Mais je ne sais pas où il est, mon lieutenant. Mon fils, il est grand, et il a des moustaches, et il est vacciné. Je vais te vacciner contre le mensonge, moi, tu vas voir. Mais... Pourquoi il a tué peut-être pour voler. Ton fils est un chef terroriste. Ah, il est mort. Parce que tu me dis, blab, vous moque. T'as revu? Ah, Amri m'a chef tout. T'as revenu à Khoya? Là, là, c'est dit, là, là. Ah, ouais, je goûte le gars, Amri m'a chef venu. Pour la dernière fois, dis-moi où il se cache. Je sais pas, mon lieutenant, je sais pas. Qu'on l'a mis à راك تتعذب. وانت شيخ كبير. ما تحبش تموت فيه من ضربه. ويدا وليدك مهبول. ما تهبش معاه ورونا ولعبوا بينا الناس كيما وليدك اللي يحبوا يخرجوا فرنسا باش يخرجوها بالعجر ما عندهم والو نعرفهم كنت معاهم وذوق راك مع هادو نعم راني مع الحق وانت يلزم تكون من جهتنا كي بحالي انا البشكارة انا مريض بالضيقة وليدي ما نجمش ou avoir porté atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État, ou avoir attenté à la vie de dizaines de citoyens par des actes de barbarie rejetés par l'humanité entière. Hassan Dzin, plus connu sous le nom du sinistre Hassan Terro, est condamné à la peine capitale.